تعليقا على النشاط الزلزالي الكثيف الذي تعرفه هذه الأيام العديد من ولايات الوطن، قال العالم الفلكي والفيزيائي لوط بوناطيرو أن هذا النشاط سببه التغيرات التي يعرفها الكون، مضيفا في ذات السياق أن سنة 2015 شبيهة بسنة 2003 من حيث الأحوال الجوية والعوامل الفلكية، الأمر الذي يشير حسبه إلى إمكانية حدوث زلزال أو زلازل وهزات أرضية عديدة متفاوتة الشدة خلال السنة أو خلال هذه السنة. هذه السنة تشابه سنة 2003 من حيث الجو ومن حيث النشاط الزلزالي، فالظاهرتان مرتبطتان، لأن الجو يخلق تباين في الحرارة، وهذا التباين في الحرارة راح يخلي الصخور تتمدد أو تتقلص بحكم المبدأ الفيزيائي المعروف، وهذا الحراك في القشرة الأرضية هو اللي يخلي الطاقة المتخزنة في باطن الأرض لعدة أشهر أو سنوات أن تخرج، وخاصة عندما يأتي الكسوف، وكما تعلمون ما يسمى بجاذبية القمر لتجلب المياه على شكل يعني ما يسمى بالمد والجزر، فإنها أيضا ترفع القشرة الأرضية وتساعد لخروج الطاقة الزلزالية على شكل زلازل